السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. في الأيام الماضية القريبة كانت المخاوف تطغى على الشارع العراقي بعد أزمة ارتفاع الدولار خوفا من تراكم الأزمات الاقتصادية بالتالي ينهار ركن أساسي، لكن بعد القرارات الجريئة الهادفة إلى تخفيف كاهل المواطن بخصوص قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار، يأتي البحث عن مصير النفط العراقي وكيف من الممكن أن تكون العلاقة بين ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار مع ارتفاع النفط، حيث أن البلد اقتصاد ريعي يعتمد كليا على النفط. لابد أن توضع الخطط والآليات اللي تحافظ على اقتصاد البلد خصوصا في الموازنة المقبلة لعام 2023. الحفاظ على توازن الاقتصاد هذا رقم واحد، استثمار العائدات المالية النفطية أيضا رقم اثنين. هذين العاملين يشكلان يعني ثنائي مهم جدا. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة الحصاد هذه الليلة، وبعد أن جثمت السياسات الخاطئة وسوء الإدارة وغياب التخطيط على بنية الاقتصاد لسنوات عدة، تهدف الحكومة العراقية الحالية ببرامجها الطموحة إلى إصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات اللي تواجهها منطلقا من ردم الهوى بين الدينار العراقي والدولار ومحاربة المضاربين بالعملة الصعبة وصولا إلى وضع الاقتصاد العراقي على مسار التوازن والمرونة اللي تحقق الاستدامة وتمكنه من اختيار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي. ولعل مقدمات هذا التوجه تبدو واضحة من مقررات دعم العملة المحلية، صياغة موازنة نوعية تعد الأولى في ملامسة الاحتياجات الضرورية ومحاكاة حاجة القطاعات المختلفة لهذه الموازنة. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذه المواضيع ونناقشها مع ضيوفنا الكرام والتابعون متفضلين. بعد انخفاض سعر صرف الدولار في العراق وربما اليوم يتساءل البعض عن الآثار المترتبة على هذه القرارات والمنفعة العائدة للبلد، إذ لابد من استثمار العوائد النفطية بالشكل الإيجابي سواء بارتفاع أسعار النفط أو بانخفاضها وتحويلها إلى ما ينفع البلد اقتصاديا وخدميا. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. علاقة وثيقة بين قيمة الدولار الأمريكي وأسعار النفط في العالم يمكن أن تعود جذورها حين تم تسعير السلع وفقا للعملة الأجنبية، فالذهب الأسود والعملاق الأخضر يتجهان بعلاقة عكسية مع تذبذب قيمة الدولار، فيما يؤكد الخبراء على ضرورة استثمار الفرص المتاحة للعراق في ظل انخفاض العملة الأجنبية والاستفادة من أسعار النفط بما يخدم الاقتصاد المحلي. قرار الحكومة بخفض صرف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتحسين الدينار العراقي هو خدم المواطن ولا سيما المواطن الفقير والشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي. إذن العملية الطردية، العملية العكسية، ارتفاع أسعار النفط يخدم الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي، انخفاض سعر صرف الدولار كذلك يخدم المواطن العراقي، وبالنتيجة لقى ارتياح لدى الشارع العراقي بقرار الحكومي ووفر جانب كبير. فضعف بريق الدولار الأمريكي يعود بالمنفعة إلى اقتصاد العراق المعتمد كليا على عائدة النفط المورد الريعي الوحيد للبلد، بالتالي لابد من وضع سياسات اقتصادية تتضمن الخطط الاستثمارية لموارد النفط التي تلقي بالمنفعة العامة على اقتصاد البلد وتحسين واقعه الذي على أساسه يتم اختيار مخصصات الموازنة الاتحادية. هناك سياسات نفطية جديدة، وأن يكون الجانب العراقي يعمل على ارتفاع أسعار النفط توظيفها في التنمية في المشاريع الخدمية، فعلى الدولة أن تحدد مضامين هذه السياسات الاقتصادية الصائبة على منهج وفق أنه مصلحة المواطن ومصلحة الشعب في هذا المجال. مهمة أخرى تلقى على عاتق الحكومة بضرورة وضع قطار الاقتصاد على سكة صحيحة باتجاه ازدهاره، فبعد إنجاز خفض سعر الدولار الذي أشاد به المواطنون لابد من تصحيح مسارات الاقتصاد المحلي. جاذبية النفط تزداد كلما انخفضت قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي يحفز الحكومة العراقية على استثمار العائدات النفطية بما ينسجم مع انتعاش اقتصاد البلد.
نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيوفي الأكارم في هذا الملف، الدكتور حسام الربيعي عضو تجمع السند الوطني، حياك الله دكتور. وكذلك أرحب بالدكتور صفوان قصير خبير المالي والاقتصادي، أهلا ومرحبا بك دكتور صفوان. وعبر سكايب ينضم معي الخبير الاقتصادي الأستاذ دريد العنزي، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور حسام، نتحدث عن الوضع العراقي باعتماده على مصدر واحد في بناء هيكلية الاقتصادية. هذا الموضوع ما تعتقد أنه يجعله من ضمن أسباب عدم نجاح العراق طيلة السنوات الماضية في شو نسميه الإفلات من يعني الشباك أو الآفات اللي والأزمات المالية بمعنى أوضح؟ نعم، يعني في بادئ الأمر تحية لك ولإدارة القناة ولمشاهديكم وكذلك لضيوفكم الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات. بصراحة أن غياب التخطيط الاستراتيجي للسياسة المالية والمصرفية في البلاد كان واضحا، وبالتالي اليوم عندما يمر السياسة النقدية داخل العراق بالكثير من المطبات وكذلك الأزمات، تسارع الحكومات إلى إيجاد حلول. هذه الحلول هي ذات تأثير قصيرة الأمد، وبالتالي هذه الحكومات هي لم تكن بصراحة تستند على آثار التخطيط الاستراتيجي المتبع منذ نشأة الدولة، عفوا الحكومة العراقية، من بعد عام التغيير 2003 إلى اليوم. وبالتالي الاعتماد على النفط بطريقة على أنه الاقتصاد الريعي الأوحد في عملية توفير العائدات هو غير صحيح. هناك العراق يتمتع اليوم بمجالات كثيرة، منها مجالات زراعية وكذلك صناعية، وكذلك أيضا في قطاع السياحة هناك استثمار من الممكن أن يعود بواردات كثيرة، لكن إلى الآن هذه المجالات هي معطلة، وبالتالي عملية استنزاف الأموال هي تذهب باتجاه خط لا يوجد في نهايته بوابة من الممكن أن تظهر لنا نتائج حقيقية. اليوم بصراحة العالم متجه إلى عملية الاستزادة بمصادر طاقة تختلف عن نمط الطاقة الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، وهو يعني هي مرحلة من مراحل تغير نمط الاستزادة بالطاقة. وبالتالي اليوم عندما نذهب باتجاه التحقيق في المصادر الجديدة المتمثلة بمصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي سوف يكون هناك قلة الطلب على الوقود الأحفوري القديم ومن ضمنها النفط. لذلك اليوم ماذا سوف يعمل العراق عندما تأتي مرحلة من المراحل القادمة سوف تنتفى الحاجة لهذا النفط؟ لذلك اليوم العراق يجب أن يواكب عملية التجديد في إيجاد بصراحة مصادر للاستزادة وتعظيم الموارد المالية بما يحافظ على الوضع المالي والاقتصادي داخل العراق. نعم. طيب دكتور صفوان، جد حابب حضرتك تتحدث عن هذا التنوع اللي تفضل به الدكتور حسام. التنوع النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال هو بحاجة إلى إعادة نظر بالنموذج الاقتصادي الحالي، ولكن نتساءل عن الدرجة اللي تجعل بنية الاقتصاد قادرة على مواجهة التحديات. العائدات النفطية لما نتحدث عنها خلال ارتفاع العائدات النفطية خلال السنوات التي مضت، بصراحة هنالك تآكل للقدرة التنافسية الاقتصادية للبلد. كل هذه العوامل إلى ماذا ستؤدي أكثر مما أدت إليه؟ طبعا بداية تحية لحضرتك والمشاهدين الأعزاء والضيوف الكرام، من الواضح أن الاقتصاد العراقي بحاجة إلى 350 مليار دولار لغرض الانتقال إلى موضوع التنمية. النموذج الاقتصادي حاليا المطبق هو النموذج الاقتصادي الاجتماعي الذي يفعل دور المصارف في عملية التنمية، ولاحقا يدخل سوق الأوراق المالية لعملية تحريك الأموال باتجاه خلق فرص عمل. ما يعاب على الاقتصاد العراقي أنه اعتمد على الإيرادات النفطية، والمصارف العراقية كانت تعتاج على نافذة بيع العملة بعيدا عن التنويع الاقتصادي وتهيئة محافظ استثمارية في قطاعات مختلفة بمخاطر مختلفة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مصادر التمويل للاقتصادي العراقي بالتأكيد سيساعد في عملية اندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي. حاليا الاقتصاد العراقي وبحكومة السوداني والحكومات السابقة قلل من أوجه التباين مع محيط الأقليمي، والآن
هو يسير باتجاه التكامل مع دول المنطقة، وبالتأكيد مؤتمر دافوس 2023 وضع تحت شعار المستثمرين الجدد. المستثمرين الجدد ينسحبون الآن من مراكز تجمع رأس المال على مستوى الدول الصناعية الكبيرة، ويتجهون إلى الدول التي تمتلك موارد لكنها لا غير مستغلة. فالعراق هو أحد هذه الدول التي يحاول المستثمرين الجدد القدوم إليها. طبعا يواجهون عقبة التخلص من الفاسدين، لذلك حكومة السودان وضعت من ضمن أولوياتها مكافحة الفساد كأولوية، وبالتأكيد هي تعلم بأن طرد الفاسدين واسترداد الأموال هي عبارة عن جذب الاستثمار. فحاليا هناك حراك قوي لتعديل بعض السياسات النقدية التي مورست في السنوات السابقة على مستوى خلق وظائف من خلال القطاع المصرفي لتشغيل الدينار العراقي وجذبه إلى النظام المصرفي، وكذلك معالجة التضخم وإعادة النظر بأسعار الفائدة. نلاحظ حركة البنك المركزي باتجاه الفيدرالي الأمريكي لتكوين سياسة متناغمة مع الفيدرالي الأمريكي لتنشيط الاقتصاد العراقي. طيب أستاذ دريد حياك الله مجددا. تنشيط الاقتصاد العراقي اللي تحدث به الدكتور صفوان قصي، لما يعني أحادي الجانب هو اقتصاد ريعي، بالتالي تعزيز هذه الاقتصادات الأخرى بحاجة إلى أموال طائلة أشار لها الدكتور صفوان، هل من الممكن أن نستثمر في جوانب معينة بدون أن ندفع النقد، شركات استثمارية، بناء بنى تحتية، خطط استثمارية يعني يخطوها العالم وأثبتت نجاحها، هل من الممكن تطبيقها في العراق؟ السلام عليكم ومرحبا بكم وضيوفك الكرام، حياكم الله. موضوع جدا سهل ولا يحتاج لمصطلحات ولا يحتاج تعابير ولا اتفاقات ولا غيرها ولا غيرها. أختار السياسة التنموية أم أختار سياسة التنمية الاقتصادية؟ التنموية الاقتصادية أو التنمية الاقتصادية طرحنا أكثر من مرة، يعني هسه احنا عندنا 80 أو 81 مصرف، قروض البنك المركزي وقروض الدولة أو إيداعات الدولة لغرض التشغيل. إذا اعتمد كل مصرف 15 إلى 20 مشروع متوسط، تعرف شنو معناها؟ معناها بالسنة 1600 مشروع. 1600 مشروع إذا كان على قطاع صناعي، جزء من القطاع الصناعي هذا كله داخلي، إذا كان على جزء من القطاع الصناعي خلي نجي ناخذ قطاع النسيجي، يعني هسه احنا قاعدين 4 شوف إيش قد لابسين نسيج، مليار يعني ملايين الملايين من منتجات احنا نحتاجها يوميا داخل العراق. احكي لك على 30 مليون قطاع نسيجي اللي هو مو بالمركز، مو الاقليم عوفه، ما لنا علاقه به الان. يعني تصور انت، تصور بس هيك، يعني مثلا انا واحدة من المقترحات ان يكون زي موحد للتلاميذ والطلبه. طيب حد 70 مليون تي شيرت، 70 مليون بنطرون، والجوارب حدث ولا حرج، والقماص الحدث ولا حرج. أخي العزيز، إذا تتوفر فقط النية الصادقة سنويا 2000 مشروع يقوم متوسط وصغير، هاي شي يسموها التنموية الاقتصادية. شنو معناها؟ معناها أدرس دراسة الجدوى في عملية التوظيف والتشغيل، العفو مو التوظيف، عملية التشغيل الآن عندي أنا بأمس الحاجة إلها. أغرب ما ألاحظه أغلب الاقتصاديين يجي يتكلم لي يريد يبني له مجمع بتروكيماويات، مجمع بتروكيماويات 7 مليار أو 6 مليار دولار، بعد 5 سنين يبدي ينتج، إيش قد يعين لي؟ 500,000؟ هالستة مليار إذا أخليها على قطع عين صناعية، أنا الآن في اتجاه لأبني وحدات سكنية، عندي منتج يكمل الوحدة السكنية، عندي قلوبات، عندي زجاج، عندي وايرات، عندي أبوب،
عندي شبابيك سيراميك، هاي صناعه، هاي صناعه تعزز الدينار وتعزز الدولار، وما اكو دولار يطلع. بعد ان كان الصناعه تحولت الى تجاره هذه المفردات كلها، طيب هنا استاذ حسام يشير الى نقطه كلش مهمه الاستاذ دريد العنزي، اذا اسمح لي استاذ دريد. لكن هو انتاج طيب داخلي. اسمح لي استاذ دريد اذا من فضلك، خلينا نحيل هذا الموضوع للدكتور حسام. دكتور حسام، يعني العراق لما يتمتع بموقع اقليمي واستراتيجي، هذا الموقع بطبيعة الحال يؤهله بأن يكون مركز للخدمات اللوجستية مكان ما يكون مستورد، يعني ليش ما هو يكون مصدر؟ وهذا سمعناها من الكثير من الوزراء، وزير الكهرباء مثلا يقول لك انتظروا راح نصدر الكهرباء وإحنا بأمس الحاجة، إذا الحاجة الفعلية ما محصليها. نعم. طيب الإمكانات التصديرية أكو فضلا عن التجارة والتكامل، لكنه غير مستغلة بالشكل الأمثل. نعم. أستاذ دري، إذا تسمح لي الصوت يمكن ما واضح عند حضرتك، خلي أحيل الملف إلى الدكتور حسام. دكتور حسام، شلون يتمتع العراق بهذا الموقع الاستراتيجي وبالتالي عكسه على التنمية المستدامة؟ نعم، يعني بصراحة اليوم منطقة غرب آسيا هي منطقة يعني تتمتع بموارد متنوعة، وبالتالي اليوم الصراع والتنافس العالمي ويتجه بالذهاب إلى منطقة غرب آسيا من أجل الاستثمار في تلك المنطقة، وهذا ما نشهده بصراحة اليوم من الصراع والتنافس الحاصل ما بين المحور الجديد المتمثل بروسيا والصين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الصراع والتنافس هو ليس وليد اللحظة، وإنما يقيناً أن هذه المنطقة ومن ضمنها العراق يتمتع بموارد اقتصادية كافية تعمل على استدامة الاقتصاد بالداخل والوصول إلى الاكتفاء الذاتي على الأقل في الحاجات الأساسية. تحدث ضيفك الكريم اليوم عن قطاع مهم جدا وهو قطاع النسيج، وبالتالي توجد قطاعات أخرى متماثلة ومماثلة لهذا القطاع هي حاجات أساسية للمواطن. يا زميلي العزيز، هل تعلم أن مبادرة البنك المركزي وهي أموال خصصت لثلاثة قطاعات مهمة في العراق السنتين الماضيتين، وهما قطاع الإسكان وكذلك قطاع الصناعة وكذلك قطاع الزراعة، هل تعلم أن أعظم أو أعلى نسبة استهلاك لأموال تلك المنحة أو منحة البنك المركزي كانت هي في قطاع الإسكان فقط؟ مع الأسف أهمل قطاع الزراعة وأهمل قطاع الصناعة، ولم يتم الاستفادة من تلك الأموال بهذين القطاعين المهمين. قطاع الزراعة اليوم هي حاجات أساسية للمواطن، وبالتالي من المعيب جدا أن نعمل على استيراد حاجاتنا الأساسية المتمثلة بالطعام وكذلك الغذاء المتناول في العائلة العراقية من خارج العراق. وبالتالي اليوم يجب أن نعمل كخطة أولى ومرحلة أولى ضمن الاستراتيجية المطبقة على توفير حاجاتنا الأساسية، وهو ليس في صعب. اليوم نحتاج إلى قوانين وتشريعات. أنا يعني وفق علمي أن اليوم هناك قانون مهم جدا يعني يتم النظر فيه داخل اللجنة القانونية النيابية، هو قانون دعم المشاريع الصغيرة، وهذا القانون قد يوفر لاحقا توفير يعني بيئة استثمارية حقيقية تتمتع بأطر قانونية يستفيد منها حتى المواطن العراقي. من الممكن أن يحصل على أموال بصفة أموال تدعم المشاريع الصغيرة، يتم تسديدها لاحقا من خلال تشغيل هذا المشروع الذي يتضمن كثير من فرص العمل، وبالتالي هو يعمل على إيجاد واحدة من الحاجات الأساسية المفقودة التي يحتاجها المواطن. نعم. طيب دكتور صفاني، تحدث الأستاذ دريد والدكتور حسام عن يعني وحدة موضوع خلينا نبوها في التنمية المستدامة، يعني شنو السبل الرئيسية اللي يمكن للعراق انتهاجها لتحقيق نمو مستدام؟ يعتمد على المواد الأولية الموجودة محليا، يعني قطاع البتروكيماويات هو قطاع مستدام، وبالتأكيد يعني عندما يكون لدينا استثمارات ضخمة يعني أن لدينا شركاء عالميين يستطيعون الدفاع على حصتهم السوقية في العراق، وبالتأكيد يعني نحن لسنا ضد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إذا كانت هناك مواد أولية لازمة لتشغيلها. قطاع النسيج يعتمد على القطن وغيره من المواد الأولية التي أهملت في السنوات السابقة. كان العراق يزرع القطن في إقليم كردستان وفي محافظة نينوى، لكن تراجع الإنتاج الزراعي أثر وترتفع تكاليف الإنتاج بحيث لا نستطيع منافسة بالتأكيد الصناعات النسيجية التركية أو الصينية. فعندما نعمل بعقلية الصناعة المستدامة
علينا أن نحدد خريطة العراق من المواد الأولية وآلية تحويلها إلى موارد يمكن أن تحقق عائد مناسب للمستثمر. نعم نحن نميل إلى تشغيل العاطلين في هذه المشاريع المصغرة، والحكومة ماضية باتجاه إكمال المدن الصناعية وأن تكون نافذة لتوظيف العاطلين، وهناك 500 مليار دينار وضعت أيضا ضمن موازنة 2023 لمشاريع الريادة، ريادة الأعمال للمسجلين ضمن وزارة العمل لكي يستطيعون ممارسة عملهم بتمويل حكومي وبعائد مناسب يستطيع من خلاله أن يخلق فرص عمل بعيدا عن التوظيف الحكومي. هنا أنا أيضا أستاذ دريد نتحدث عن هذه المشاريع، اتفقت حضرتك مع ما تفضل به دكتور صفوان بأنه بين التشغيل والتوظيف، بالتالي كثير من خبراء الاقتصاد لا يذهبون إلى خانة التعيينات بل يركزون على فتح مشاريع تشغل هذه الأيدي العاملة، والشباب عاطل عن العمل وهو بانتظار فتح باب التعيينات من قبل الحكومة. هذه إشكالية كبيرة جدا، شلون نشوفها؟ وياي الحديث؟ نعم أستاذ دريد تفضل. طبعا أنا أشكرك على هذا السؤال، بس عندي تعليق على الضيف الكريم اللي إجا وراي بالحديث حول قروض البنك المركزي. 20% من القروض اللي هي 18 تريليون دينار كانت لقطاع الصناعة، 31% لقطاع الإسكان، 1% للقطاع الزراعي. يعني تصور جنابك والأساتذة الأفاضل أنه 70% من القرض يطلع إلى دول الجوار أو البعيدة استيراد لاستكمال. أنا بموضوع النسيج وموضوع الزجاجيات وموضوع قطاع الزجاج وموضوع قطاع الأخشاب وموضوع قطاع الجلديات يعني درست بتعمق. يعني على سبيل المثال الآن ده تباع، ضيفك الكريم علق على موضوعة الصين والتركيا أو النسيج، الآن ده تباع كيلو القطن المهيئ للغزل $1.5. كيلو القطن وزن وزنتين ها ينتج 34 زوج، 34 زوج من النوع الجيد، مو من هذا 3000. كيلو القطن ينتج لي 18 فانيلة، كيلو القطن ينتج لي 22 لباس. ينباع الزوج خلينا نقول بألف، فتصور إذا يجيك 32 ألف، استيراد المادة الأولية ثم تشغيل الزراعة مالتنا لغرض التصنيع. بدنا سوريا تبيع بلاش، تركيا تبيع القطن بلاش، باكستان، الصين راحت اشترت مكائن ألمانية، اشترت مكائن ألمانية وتشتغل في باكستان لأن باكستان إنتاج قطن جدا عالي. أنا ذكرت أنه الخطط الاقتصادية التنموية وخطط الاقتصاد التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية مشاريع ضخمة مو خطأ، لكن آليتها ما تعكس في وقت سريع على المجتمع. خلال 6 أشهر إذا اهتمت بالموازنة الثانية اللي هي القروض مال البنك المركزي، إذا دعمتها الحكومة وخففت من الرسوم والضرائب اللي تستحوذها المصارف وصلت إلى حد الربا، خلال 6 أشهر إلى سنة نوظف 2 مليون مواطن، نشغل 2 مليون مواطن. خلي يجي لي مصفى، خلي يجي لي بتروكيماويات يشغل لي خلال سنة، هذا خلي ينجز أول مرة خلال سنة. المهم هاي القطاعات الصغيرة تدعم أساسا الاقتصاد بشكل عام. 18 إلى 19 مليار بس استورد منسوجات. طيب هنا هاي القضية دخلنا بالسياسة أستاذ دريد، أنا هاي ثاني مرة راح أقاطعك. هذا اقتصاد، اقتصاد حد. طيب أستاذ دريد يعني ما دام دخلنا بالسياسة أصبحت السياسة هي التي تقود الاقتصاد. اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور حسام.
دكتور حسام، يرى الأستاذ دريد العنزي بأن السياسات هي التي تقود الاقتصاد من خلال فحوى الحديث، بالتالي هل يمكن إغفال دور السياسة في عملية بناء الاقتصاد، طبعا من خلال التركيز على الاقتصاد وإعطاء الأولوية؟ نعم، يعني بصراحة اليوم احنا من غير الممكن اليوم في بلداننا عفوا أن نعزل الملف الاقتصادي عن الملف السياسي، وبالتالي اليوم الإدارة التي تعمل على قيادة البلد باتجاه بر الأمان هي إدارة سياسية وهي منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي القرار السياسي هنا هو الذي يكون بوابة للتخطيط الاقتصادي، لكن يجب أن نعتمد على الخبراء ومن ذوي الاقتصاص في زجهم باتجاه عملية التخطيط لنجاح الاقتصاد الذي يعمل على إيجاد بدائل وتنويع واعتماد التنمية المستدامة في إيجاد الوسائل التي تضمن العيش الرغيد. لذلك اليوم عندما نطالع حكومة السودان اليوم ما تعمل على إقامة توازن في العلاقات الاقتصادية ما بين البلدان الكبيرة والتي تصنف يعني بلدان من الطراز الأول في الملفات الاقتصادية العالمية، فهو جيد نوعا ما الذهاب إلى الصين تارة وثم إلى ألمانيا تارة، وكذلك حتى الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت يجب أن تأتي بنتائج حقيقية من أجل على الأقل توظيف الاستثمارات التي تدعي أمريكا أنها تريد أن توظفها داخل العراق، ونحن بصراحة هذه الاستثمارات التي نسمع بها فقط، ولكن وقع حال للأمريكان في استثمار على الأقل مشروع واحد. قبل باب المثال أعلنت أنها أنشأت مشروعا في إقليم كردستان في محافظة دهوك يسمى السولار فارم، وهو أحد المشاريع الطاقة المتجددة والذي يعتمد على الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية. لذلك نرى أن غياب التخطيط الاستراتيجي رأينا داخل بغداد تحديدا وظهور الكثير من المجمعات من المجمعات ذات البناء العامودي ولم تحسب من أين سوف يتم تزويد هذه المجمعات بمصادر الطاقة. لو كانت هناك تخطيط حقيقي على الأقل البناء الحديث يعزل بمصادر طاقة جديدة متمثلة بالطاقة الشمسية، ومن الممكن هناك فضاءات كثيرة في مدينة بغداد، من الممكن أن نعمل على بناء السولار فارم، والذي بما يقارب وفق المعلومات أن الدونم الواحد ممكن يعني 2400 متر ممكن أن ينتج بما يعادل 2 ميجا واط، وهي قيمة كبيرة جدا أمام مشاريع المتوفرة الآن هي مشاريع البناء العمودي. نعم، شكرك، شكرا جزيلا لهذه الإضافات دكتور حسام، وأتمنى بالبقاء معي في الملف الآخر، وأيضا سيرافقنا دكتور صفوان قصي في هذه الأثناء. أتقدم بالشكر الجزيل أستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف وانضممت معنا عبر سكايب. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بضيفي الكريمين الدكتور حسام الربيعي والدكتور صفوان قصي. دكتور صفوان، نتحدث عن عزم الحكومة اللي وسمت نفسها حكومة خدمات، جاءت بإرادة الكتل السياسية من الإطار التنسيقي اللي كان هو نواة تحالف إدارة الدولة، بالتالي هذه العملية التشاركية توجبت أن يكون الرقيب هو ذات الشخص، قبل أن تكون رقابة البرلمان تكون رقابة رئيس الحكومة. لحد اليوم السبت اجتمع رئيس الوزراء بحقق الاجتماع الثالث على تعبير أدق باتحاد الغرف التجارية، رابطة المصارف العراقية، الدوائر والهيئات المالية والحكومية، الضرائب، الجمارك، المنافذ الحدودية، البنك المركزي، المعارض التجارية، يعني هذه المؤسسات كلها لها طابع مالي واقتصادي.
لما تكون هنالك متابعة وتقويم تقييم أداء تقويم العمل، اهتمام الحكومة بهذه الجوانب المالية والاقتصادية على ماذا يدل دكتور صفوان؟ طبعا من الواضح أن الإنجاز لا يتحقق إلا بالمتابعة. نعم. فحكومة السوداني بالتأكيد، شخص السوداني والفريق العمل بمعيته بالتأكيد لديهم يعني تصور واضح عن المشاكل في السنوات السابقة وأين أخفقت الوزارات السابقة، فهو لم يبتدئ من لا شيء، ويعلم بأن الإصلاح المالي والاقتصادي يتضمن بالتأكيد مجموعة من التحديات. السوداني حاول تطويق الفساد من الخارج بالاعتماد على شركات التدقيق العالمية وبتوأمة الاقتصاد العراقي دولاريا مع الفدرالي الأمريكي، وهذا سيحسن النظرة الخارجية للاقتصاد العراقي. تحرك باتجاه الرياض، تحرك باتجاه عمان، مؤتمر بغداد، وكذلك ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا. بالتأكيد مثل هذه الدول العملاقة ستساعد الاقتصاد العراقي على أحداث طفرة في جميع القطاعات. حاليا عملية إعادة تأهيل النظام الجمارك والضرائب يقع ضمن الأولويات، لأن من الواضح أن يعني سوء إدارة هذا الملف نما عليه عدد كبير من الذين كانوا يتاجرون بعملية تغيير جنس البضاعة وعملية استيفاء رسوم غير حقيقية ومنافذ غير منضبطة. كلما أدرنا ملف المنافذ الحدودية بطريقة يعني طريقة الدولة، كلما كان هذا انعاش للزراعة والصناعة وبقية الحلقات الاقتصادية. حاليا السوداني ماضي باتجاه حوكمة جميع الإجراءات الوزارية ونقلها من البيئة اليدوية إلى البيئة الإلكترونية وضمن موازنة 2023، لكي يكون لدينا يعني تتبع لحركة الدينار بالإضافة إلى تتبع لحركة السلع وتفعيل قدرة المصارف على عملية التنمية. حاليا المصارف العراقية كانت يعني تعتاج في السنوات السابقة على نافذة بيع العملة دون الاكتراث لتكوين محافظ استثمارية ذات طبيعة منتجة وبمخاطر مختلفة وبقطاعات مختلفة. فعمليا عليهم الآن أن يديرون هذا الملف بعقلية الاستثمار، وأموال الخليج بالتأكيد هي تستهدف القطاع العراقي، قطاع المصرف العراقي. نعم. لتشغيل الأموال على مستوى صناديق الثروة السيادية في دول الخليج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الصين الآن هي تعرض أن تعيد تأهيل البنية التحتية في العراق من أجل أن يكون لدينا اقتصاد على الخريطة العالمية. عملية عولمة الاقتصاد العراقي تحتاج إلى الانفتاح على الشركات العالمية، وطبعا هذا الموضوع لن ينجح بدون الاستثمار في الإنسان وإعادة تأهيله. نعم. لكي يكون ضمن سوق العمل الدولية. طيب دكتور حسام، تحدث عن الموازنة اللي ينطلق منها رئيس الوزراء، هسه حسب المراقبين وأريد يعني أعرف رصد حضرتك. نعم. عدة موازنات، هل أن هذه الموازنة راح تأتي مفصلة وفق المنهاج أو البرنامج الحكومي، لو أنه نشوف أكو تصمم بالتنفيذي بشكل وتذهب إلى التشريعي فتصمم وتفصل وفق مقاسات أخرى؟ نعم، يعني بصراحة دعنا لا ننكر اليوم أن الانسجام المتواجد ما بين المنظومة التنفيذية وكذلك المنظومة الحكومية هو يلقي بظلاله على توفير الدعم والزخم الكافي للملف الحكومي وكذلك عمل الأخ السيد رئيس الوزراء، وبالتالي هذا الانسجام أيضا يوفر دعما كافيا لعملية تفصيل هذه الموازنة وفق المنهاج الحكومي، وبالتالي الكتل السياسية سوف تذهب لمناقشة أبواب هذه التفصيلات والمصادقة كونها هي تدعم تطبيق المنهاج الحكومي بشكل مسبق. ونحن نعلم أن هناك مراجعة لسياسة التنفيذ المنهاج الحكومي ما بين الكتل السياسية التي استطاعت تشكيل هذه الحكومة وكذلك بحضور السيد رئيس الوزراء في جلسات أسبوعية، وكذلك هناك جلسات أخرى متمثلة بجلسات ائتلاف إدارة الدولة، وهذه هي مراجعة منهجية. لو لاحظت حتى الأزمات التي يعني تطرأ على الساحة خلال هذه الثلاثة أشهر الماضية،
وخصوصا بعض الأزمات المتمثلة ما بين الإقليم والمركز يسارع الأخوة لتطويقها ومعالجتها، وكذلك وأدها خلال أيام قليلة وإيجاد المعالجات لها عكس ما كانت هناك بالسابق، مشكلات تتعاظم وتكبر ويعلو الخطاب أيضا. اليوم هذه الحكومة بصراحة عندما أعدت المنهاج الحكومي راعت في يعني في مقدمة المنهاج هو تقديم الخدمة للمواطن، وتقديم الخدمة للمواطن هو عملية توفير الحاجات الأساسية وكذلك تخفيف الضرر الحاصل لارتفاع الدولار. ولذلك شفنا رأينا عفوا الحزم الإصلاحية التي أطلقتها ودعمها، طبعا أطلقتها إدارة البنك المركزي ودعمها رئيس الوزراء من غير الممكن بصراحة اليوم. وكذلك أنا أود أن أعقب على ما قاله ضيفك الكريم، هي عملية التوأم مع الدولار، وهذه بصراحة هي استراتيجية غير صحيحة. من غير الممكن أنا أرهن اقتصاد العراق بعملة واحدة والاستثمار في هذه العملة فقط. هناك اليوم الدول ذهبت باتجاه إيجاد حلول أخرى وكذلك إيجاد محاور إشغال اقتصادية أخرى، كما رأينا دول تعاون منظمة شنغهاي، بالإضافة وجود منظمة بريكس للتعامل بالعملات المحلية، حيث أن الرياض قدمت مع الكويت طلبا للانضمام، وهذا يخفف من الهيمنة الأمريكية باستعمال الدولار على الدول التي تبحث عن الاستثمار للشركات الغربية في بلدانها. اليوم بصراحة أعلن الفريق الوزاري المبتعث إلى واشنطن عن الاتفاق حول حزمة من الاتفاقات المتمثلة بموافقة البنك الأهلي، وأنا أضع خطين تحت البنك الأهلي الأمريكي مورغان، الذي سوف يعمل على تسوية الاتفاقات المالية ما بين الحكومة المركزية وكذلك الصين. وبصراحة اليوم هذا الدولار المخزون بشكل احتياطي في البنك الفيدرالي هو ليست من الأمريكان، وإنما هي أموال نفط العراقيين تخزن هناك. لذلك يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للاتفاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة والعراق، من أجل على الأقل تخفيف الضغط الحاصل نتيجة تطبيق بعض الإجراءات التي هي هذه الإجراءات طبقت في بداية عمر هذه الحكومة. نحن نتفق يجب أن نكافح الفساد، يجب أن نعمل بضرب من يد من حديد على المقامرين وكذلك الذين سببوا بارتفاع سعر الصرف بفارق كبير جدا، عمل على إيذاء سعر الصرف. دكتور حسام يعني سيصار أو أصير إلى المنصة الإلكترونية بالإضافة إلى الرقمنة. هنا أسألك دكتور صفوان عن دور الرقمنة إذا ما تم اعتمادها في الخدمات الاقتصادية والمالية وصولا إلى تحقيق الشفافية والمساءلة وتبسيط الإجراءات، دقة تنفيذها، كيف تنظر إلى هذه نسميها أحلام لو هي قابلة للحدوث؟ لا، الحقيقة من الواضح الآن دول المنطقة كلها دخلت عصر الرقمنة. عملية مثلا استكمال مشروع الشمول المالي وتحويل التعاملات الورقية إلى إلكترونية هي ضمن برنامج موازنة 2023، وهناك استثمارات حكومية سيتم تفعيلها لغرض يعني عدم تعامل الزبائن مع الخدمات الحكومية بطريقة مباشرة، وبالتأكيد هي أحد نقاط القضاء على الفساد. عملية تحرير الاقتصاد العراقي من الاقتصاد الدولاري في هذا التوقيت بتقديري غير مناسبة علينا طمأنة المستثمرين، لأن المشكلة هي ليست في يعني التوأمة، هي المشكلة في أن الاستثمار الغربي والأوروبي والأمريكي يحاول أن يطمئن بأن الاقتصاد العراقي سائر في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد، وطمأنة هؤلاء تستدعي أن يكون هناك اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تأهيل كل حلقات الاقتصاد بما فيها الانتقال إلى عصر الرقمنة. بالتأكيد هذا يحتاج أيضا استثمار في التعليم العالي لإدخال الشباب العراقي ضمن بيئة العمل الدولية، حوكمة الإجراءات وتتبع حركة الدينار في البيئة العراقية ومعرفة من أين يأتي الدينار وأين يذهب. بالتأكيد ستساعد الجهاز الأمني في معرفة سلوك مستخدم الدينار العراقي، فنحن مع مثل هذه الإجراءات، وباعتقادي
عملية الانتقال إلى البيئة الإلكترونية ستساهم في جذب الاستثمار، خاصة أن العراق يتطلع إلى أن ينفتح على دول المنطقة. حاليا دولة مثل إيران حتى رغيف الخبز يتم شراءه من خلال البطاقة الإلكترونية، فعلينا استثمار مثل هذه الخبرات في دول المنطقة في جذبها للبيئة العراقية لكي يكون لدينا اقتصاد ينمو ضمن البيئة المحيطة وضمن البيئة الدولية. طيب دكتور حسام، يعني هذه البيئة المحيطة والبيئة الدولية، نستذكر ما ورد في اللقاء لرئيس الوزراء بهذه المؤسسات الاقتصادية والمالية. جزء من حديث رئيس الوزراء تركز على أهمية دور القطاع الخاص في النهضة، واللي كان قد سبق وعد بها رئيس الوزراء بأنه تنمية القطاع الخاص راح تكون محورية، وهذا كان حديثنا أيضا بالملف الأول، والدكتور صفوان قصي يتحدث عن هذه التنمية اللي يريد ننهض بالاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة. يعني بصراحة أنت اليوم عندما تريد أن تنهض بالقطاع الخاص يجب أن تعمل على دعمه بطريقة صحيحة. في بادئ الأمر أنت عندما تريد تشغيل أي مشروع معين ضمن مشاريع القطاع الخاص يجب أن تعمل على توفير المرتبات الكافية والضمان الاجتماعي للموارد البشرية لهذا المشروع. اليوم مع الأسف من صغار التجار الذين يعملون في القطاع الخاص لا يعملون على ضمان حق العامل في التخصصات المختلفة، وبالتالي هو لا يعمل على يعني دفع مستحقات الضمان للدولة، وبالتالي هذه المستحقات تذهب باتجاه ضمان كافي في حال إصابة العامل أو كذلك بلوغه لسن التقاعد أن يكون لديه هناك شيء من الممكن أن يعني يوفر سبل العيش الرغيدة بعد بلوغ هذا السن. عملية حماية العامل في هذا القطاع هي مهمة جدا، وعندما نرى أيضا عملية الإيفاء بالالتزامات اتجاه الدولة في هذه القطاعات أيضا نراها منقوصة. أصحاب هذه المشاريع لا يعملون على تسديد الضرائب وكذلك الرسوم، وكذلك يعملون على التهرب بطريقة مخيفة، بل القفز على القارون في سبيل الاحتيال وعدم الإيفاء. هنا نأتي دور هذه المنظمات التي والمؤسسات التي اجتمع معها سيد رئيس الوزراء، يجب أن يكون فاعل في عملية توفير بيئة بصراحة للعمالة في القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الكافية وكذلك تطبيق التعليمات النافذة وكذلك المتابعة والرقابة، وهي يعني هي ليست مهمة الحكومة بطريقة مباشرة كون هذه وظيفة الدولة، وهذه المؤسسات هي جزء من الدولة. هذه الحكومة تعمل على المتابعة والتخطيط وكذلك المراقبة الأداء ومن ثم التقييم والتقويم، لكن عندما هذه المؤسسات تخل بصراحة بعملها ولا تعمل على توفير هذه المتطلبات لن يكون هناك نجاحا في هذا القطاع الخاص، وخصوصا أن هناك أموال مرصودة لهذه المشاريع. اليوم العاطل عن العمل يعني مكان ما نحن نعطيه مبلغ مقطوع شهريا يسد رمقه، من الممكن أن نوفر له مبلغ يعمل على تشغيل يعني مشروع صغير معين، وكذلك هذا المشروع من الممكن أن نشغل فيه مجموعة من الشباب آخرين، وهنا وفرنا فرص عمل في القطاع الخاص. لكن هل يا ترى اليوم عندما هذا المنتج يخرج من رحم هذا المشروع الصغير يجب أن يطرح إلى الأسواق بطريقة الاستهلاك بسعر يعني بصراحة ويكون أدنى من ذات المنتوج عندما يستورد؟ وهنا يأتي دور بصراحة الحكومة على أتمتة القبارق وكذلك استحصال الضرائب من التاجر، والعمل على دفع بجزء من تلك الأموال لدعم المشاريع الصغيرة يعني بدعما نوعيا وماديا حتى تخرج بضاعة تكون تحت متداول المواطن، وتكون يكون لديه ثقة تامة باستهلاك هذا المنتج. اليوم كثير من العوائل عندما تذهب للتبضع يسأل هذا المنتج عراقي أم تركي أم إيراني، هو يثق بالمنتج الأجنبي وهو لا يعلم كيفية التصنيع وكيفية التصدير وكيفية الخزن، بل ينأى أن يأخذ المنتج العراقي الذي هو يكون
منتج نعم. يعني حديث التصنيع ولا يتعرض لظروف الخزين بالإضافة وكذلك ثقافة نعم. مواطن في دعم المنتج الوطني. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام الربيع عضو تجمع السند الوطني، أثريت الحوار في ملفين، والشكر الكثير لجنابك الدكتور صفان قصي الخبير المالي والاقتصادي كذلك رافقتنا في الملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.